سلام الله عليكم أحباءنا في قناة المشاهد. لم يعد التساؤل عن كون العالم مقبلا على اللجوء إلى شخصيات افتراضية في مجال الإعلانات والتسويق والترفيه من عدمه ضروريا، لأن ذلك الحد الفاصل بين الحقيقي والافتراضي يكاد يختفي، كما أنه أصبح أمرا واقعا منذ عام 2016، والذي شهد ابتكار عارضة الأجزاء الافتراضية لميكايلا. وتمتلك ميكايلا معجبين ومتابعين أكثر من العارضات الحقيقية، حيث وصل عدد متابعيها في الانستغرام إلى 1,600,000 متابع، وتبدو العارضة للوهلة الأولى حقيقية تماما، فهي جميلة ذات قوام ممشوق تميل للسمرة جذابة، وعليها أصدقاء تجمعهم قصص وذكريات، كما لديها مشاكل وهموم عائلية مثل البشر، وروجت لماركات ملابس مرموقة مثل شانيل وبرادا وكالفين كلاين، كما جمعتها قبلة مثيرة مع عارضة الأزياء الشهيرة بيلا حديد. لكن الأمر الذي أذهل الناس وصدمهم هو أن ميكايلا شخصية افتراضية تم تصنيعها وفقا لأحدث البرامج والتقنيات التكنولوجية لتبدو تماما كإنسان حقيقي، حتى أن لديها بشرة جميلة مغطاة بالنمج لتبدو مميزة، حسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية BBC. والحال أن شخصية ميكايلا ظهرت في انستغرام عام 2016 وتابعها مئات الآلاف في الأشهر الأولى بحسب إطلالاتها الساحرة، والتي باتت مصدر إلهام للكثيرين، وحقق مبتكر الشخصية أرباحا بقيمة 125 مليون دولار وفقا لمؤسسة تشيرش تيتش في الولايات المتحدة. وتبلغ ميكايلا من العمر 19 عاما بحسب الجهة المالكة لها في لوس أنجلوس، ولديها صديقان أحدهما يدعى بلاكو، وهو شخصية افتراضية يظهر معها في الكثير من الصور، وفمه مغطى بقناع يحمل علامة تجارية، ولديه 153,000 متابع فقط، وهو رقم متواضع نسبيا. أما صديقتها فهي برمودا، وهي حبيبة بلاكو السابقة. وهكذا قام مبتكر الشخصيات الثلاث بتأليف قصص حياتهم أيضا لتبدو قريبة من الحقيقة. وأطارت عارضة الأجزاء العالمية بيلا حديد في شهر آيار مايو الماضي جدلا واسعا بسبب تصويرها لفيديو تقبل فيه ليل ميكايلا، من دون أن يدرك كثير من المعلقين أن ليل ليست سوى كائنا افتراضيا. وكانت ميكايلا وحديد ترتديان ملابس من ماركة كالفين كلاين للترويج لمنتجات الشركة. وكتبت شركة كالفين كلاين في حسابها في تويتر: أردنا من خلال هذا الفيديو تعزيز حرية التعبير لتشمل مجموعة واسعة من الهويات، بما في ذلك الهويات الجنسية المتنوعة، كتحدي للأعراف والقوالب النمطية التقليدية في الإعلانات، ودمجنا الواقع بالخيال. تتحدد ليل ميكايلا كما لو أنها شخص لديه مشاعر وعواطف، فقد ناقشت منتقديها الذين تواصلوا معها عبر البريد الإلكتروني مقتبسة أفكار من قصة الغلاف في مجلة هايتس سنوبيتي، وقالت في ردها: أعتقد أن الناس يشعرون بحالة من الضعف في الوقت الحالي، لديهم الكثير من الإحباط ويحتاجون إلى هدف ليسعوا خلفه. وألهم نجاح ميكايلا الآخرين للمجازفة باستثمارات ضخمة في مجال الشخصيات الافتراضية والعمل مع الشركات الناشئة لتطوير التكنولوجيا، وسواء كان لدى المؤثرين الافتراضيين المتابعين في عالم الأزياء أم لا،
فإن شركات صناعة الألبسة على وشك إنفاق الكثير من المال عليها. وبعد نجاح تجربة ميكايلا، قامت شركة سيكس وان بتخطيط وإنتاج البشر الافتراضيين بإنتاج شخصية افتراضية تجمع بين الشخصيتين اليابانية والأمريكية، وهو من مواليد في لوس أنجلوس ويحمل اسم ليام نيكورو، والذي سيعمل في مجال الموسيقى والأزياء والترفيه. ويليام مثل ميكايلا يفضل مركز الملابس معينة، ومن المعجبين بمطربين محددين مثل جاستن بيبر. وتقدر شركة متخصصة في مجال إنتاج الأزياء العالمية بأن هذه الصناعة ستستثمر ما يقارب 3.6 مليار دولار في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي هذا العام. السلام عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.